ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة في الطريق إلى الله، ونقف عند هذه الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى القلب ليصيب القلب أحيانا في مقتل. كيف نقطع عليه السير ونستأنف نحن السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ المسلم دائما من خلال هذا النموذج الحضري الذي يؤسس له ويكرس له الإسلام من خلال علمائه ومن خلال قدوتنا صلى الله عليه وسلم، الحوار الذي هو ضد التعصب. التعصب أحد أهم الأبواب الذي يدخل منها الشيطان إلى قلب المسلم. ما أنواع التعصب؟ تعرضنا لكثير من هذه الأنواع. التعصب الديني، اليوم سنتعرض للتعصب اللاديني، ونحن نقلب صفحات كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنة، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بكم. مرحبا، أهلا أستاذ حسن، والف حمد لله على سلامتك. الله يسلم فضيلته وحمد لله على سلامة فضيلتك وأشرقت الأنوار دائما. الله يبارك فيك. مولانا، الحوار ضد التعصب، ضد الجمود، والإسلام يؤسس لهذا المعنى، لهذا المفهوم، إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أول حوار أقامه الله سبحانه وتعالى الحوار الذي قرأناه في سورة البقرة مع الملائكة. ولكن هنا تعرض لأنواع التعصب الذي هو ضد الحوار، ضد هذا النموذج الإلهي والسنة الكونية. التعصب الديني اليوم نتعرض، نريد أن نتعرف التعصب اللاديني، وكيف يكون التعصب اللاديني؟ نعم، بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه، وبعد، فالتعصب اللاديني بدأ في أوروبا منذ 3 قرون تقريبا، وبدأ لصالح أفكار ومذاهب وأيديولوجيات معينة. انتهت هذه الأفكار والأيديولوجيات، انتهت بتمرد ضد الدين أو بثورات. في البداية كانت موجهة ضد الكنيسة الكاثوليكية، ثم انتهت إلى ثورات، إلى ثورة ضد الدين قضت على الدين كنظام للحياة والحضارة والعلم. الثورات دي اجتاحت أوروبا، وكان لابد لهذه الثورات أن تجد منظومة معينة من القيم تلتف حولها في الترتيب للأوضاع الجديدة بعد زوال الكنيسة وبعد إقصاء الدين عن الحياة والملك، نظام الملك اللي كان موجود اللي كانت بتسيطر عليه الكنيسة. نعم، اللي كانت الكنيسة بتدعم. أيوة. وطبعا ما يسمونه عصر النهضة في أوروبا. صحيح. والإصلاح في الحقيقة اللي تجسدت فيها مجموعة هذه القيم المدنية اللي كان هذه الثورات التفت حولها، والتف حولها الأوروبيون فيما بعد كبديل للكنيسة وبديل للنظام الديني اللي كان موجود. لكن في الحقيقة عصر النهضة هذا والإصلاح كان بمثابة سقوط إلى مدى أعمق. إزاي؟ وأبعد، لأن تحققت بهما القطيعة، يعني بالنهضة والإصلاح، مع روح التراث، مع روح الدين، مع الغيب. يعني مع النهضة والإصلاح كان عبارة عن تجسيد للانقطاع بين الدين أو بين الحياة وبين الغيب. يعني مولانا بيتحدث في إطار النموذج الأوروبي. الأوروبي حتى الآن، لأن هذه نقطة مهمة جدا واجب التوضيح عشان يعني نتابع بشكل دقيق جدا مع كلام مولانا المهم قوي. نعم مولانا. نعم طبعا، لأن هذه القطيعة مع التراث انعكست في واقع الحياة سواء هناك في أوروبا. في أوروبا. نعم. العصور يسموها نعم. عصور مظلمة. نعم. أيوة. لا، هو بالنسبة لهم بعد بقى عصر النور. لا، ما قبل كان عصور الوسطى طبعا، لأن في الحقيقة النهضة والإصلاح زي سيادتك ما تفضلت اللي تجسدت فيهما هذه القيم المدنية لم تكن في الحقيقة إلا محاولة لإدراك الانحطاط اللي حدث في أوروبا في العصور الوسطى. أيوة. اللي سيادتك بتقول عليها عصور مظلمة. ودي بدأت منذ عصر شارلمان صح إلى بدايات القرن الرابع
العشر الميلادي، حيث شهدت هذه الحقبة في الحقيقة بداية تفتت العالم المسيحي وسقوط النظام الإقطاعي، وبرزت عوامل نشأة الدول القومية. وهنا بقى كان لابد من ده، كان بقى نوع من الانحدار، فكان لابد من استدراك هذا، فظهرت النهضة والإصلاح عشان تدرك هذا الأمر. لكن في الحقيقة وإن كان في ظاهرها نهضة وإصلاح، إلا أنها كانت بمثابة سقوط إلى مدى أعمق، حيث تحققت بهم القطيعة مع روح التراث، أيوة، مع روح الدين، مع الغيب، سواء في ميدان العلوم أو الفلسفة أو في ميدان الدين، يعني سواء في ميدان العلوم والفلسفة والفنون أو في ميدان الدين. ظهر على أثر ذلك ما يسمى بالمذهب الإنساني. المذهب الإنساني بسميه أومانيزم، والمذهب الإنساني ده كان بيوجز، هو في الحقيقة يوجز برنامج الحضارة الأوروبية الحديثة حتى يومنا هذا. اللي هو المذهب الإنساني، اللي هو محوره الإنسان. الإنسان. ويعني حصر كل شيء في أبعاد إنسانية بحتة. بس صحيح. الإنسان بعقله المجرد الحسي، بعيد عن أي بعد روحي، أي بعد إيماني، أي بعد غيبي، وغض الطرف عن كل مبدأ يسمو أو أسمى من الإنسان بهذه الأبعاد الحسية المجردة. فترتب على ذلك إنكار الإله، صحيح، إنكار أي مبادئ عليا ناجمة عن يعني الإيمان بالله تعالى. وبناء عليه أصبح الإنسان غاية في ذاته. صح. وبما أن الإنسان أصبح غاية في ذاته، إذن هو مصدر للمبادئ والقيم، إذن هو مصدر للأحكام، إذن هو مصدر بكل في كل لكل شيء من منطلق عقله المجرد فقط. هنا بقى حضرتك إيه؟ حل الإنسان محل الديان. صح. وحلت حقوق الإنسان محل حقوق الديان، وحلت الفلسفة محل الدين، وحلت العلوم الدنيوية بسموها بروفان محل العلوم التراثية. اتبدل الشيء، القوانين الوضعية محل الشرائع السماوية. هكذا ظل الانحدار من درك إلى درك، للوصول بالإنسان في النهاية إلى أدنى ما هو خسيس فيه، لأنه بيخلق اللي هو الجانب المادي فقط، يعني تركيز الاهتمام على الجانب الحسي في الإنسان. صحيح. فقط على الوفاء بحاجاته الحسية وشهواته الدنيوية فقط، أصبح ده بيخلق في الإنسان احتياجات لم يكن لها وجود من قبل ولا يمكنه إشباعها. ده المذهب الإنساني. الحقيقة المذهب الإنساني ده كان عبارة عن إيه؟ كان هو الصورة اللي ظهرت بعد ذلك، أو الأصل اللي ظهر منه بعد ذلك المذهب العلماني، العلمانية، التطور بقى. يعني العلمانية هي عبارة عن انعكاسات أو ترجمة المذهب الإنساني، هما بيسموها اللايسيزم العلمانية. والعلمانية هي معناها اللادينية أو الدنيوية، زي ما قلت لسيادتك إن السماء تبدلت بقت بالأرض، الآخرة بقت الدنيا، الغيب بقى شهادة، وانقطعت الصلة بين الاثنين، انقطعت الصلة ولا مانع من الوصول بين الاثنين، أصبح انقطعت العلاقة بالنسبة لهم خلاص. انقطعت، فأصبح ده خلاص تحققت القطيعة التامة. فهنا أصبحت معنى العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل المجرد بحسب المصلحة والمنفعة المحققة، بعيدا عن الدين وقيمه. يبقى أنا إيه النهاردة؟ أقيم حياتي على أساس إيه؟ العلم المجرد الوضعي والعقل المجرد الحسي بحسب المصلحة والمنفعة المحققة، بعيدا عن قيم الدين ومبادئه والغيب والإيمان. هيحقق لي هدف، إذن القيمة هتتغير، الغاية تبرر الوسيلة. إذن القيمة هتبقى إيه؟ يعني صحيحة ومشروعة طالما أنها سوف تحقق المصلحة للإنسان. إذن فالقيم أصبح مصدرها الإنسان بعقله المجرد لا بإيمانه واعتقاده. على الجانب السياسي، العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، فالحكم لا شأن له بالدين أو بقيمه أو بمبادئه،
أو بأحكامه أو بحلاله أو حرام. طبعا هنا نقف لحظة، ما احنا كنا بنتكلم في الحلقات السابقة على أن دخول الدين في السياسة والسياسة في الدين أفسد السياسة وأفسد الدين، ونحن لا نتفق مع إقحام السياسة في الدين. أما إيه معنى هذا الكلام؟ لا، مختلف تماما. الدين في الإسلام يحكم حركة الحياة بكل مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن شتان بين هذا وبين أن تجعل الدين مبررا لتنفيذ أغراضك السياسية فيصبح محكوما لا حاكما. ده أنت جعلت الدين، رفعت شعار الدين، أصبح بضاعة وتجارة مبررا لتبرير الحكم بتاعك، لتبرير سياساتك، لتبرير حزبيتك، لتبرير ما تريد سياسيا. يعني لبس دين، لبس عشان الناس يقولوا خلاص. فأصبح هنا أصبح العكس بقى، أصبح الدين هنا بقى إيه؟ ده أصبح محكوم لا حاكم. وإحنا قلنا قبل كده في الحلقات السابقة الدين علم، والعلم أحكام وقواعد وثوابت، أما السياسة فمتغيرات، بتغير سياساتك وحكمك بحسب الواقع. العلم لا يتغير مع الواقع، العلم يحكم الواقع. فإذا جعلت الدين لخدمة السياسة هيتغير الدين وأحكامه بحسب تغير السياسة فيصبح محكوما لحكم. أدي إيه الفرق حتى لا يحدث هناك فكرة الفصل بقى، فكرة لا سياسة في دين ولا دين في سياسة، وفكرة إزاي هي العلاقة إيه الدين بالحياة، العلاقة كاملة. الدين يعني مهذب وحاكم بالضبط على الحياة كلها. طبعا العلمانية دي انتشرت في أوروبا خاصة مع الثورة الفرنسية 1789، انتشرت واجتاحت أوروبا كلها. وكان من نتيجة هذه الثورة العلمانية يعني بدأت تنتشر في كل أوروبا، وبدأ طبعا كان وراء انتشار العلمانية بالإضافة للثورة الفرنسية أشياء أو عوامل أخرى مش هندخل فيها كتير، زي طبعا استبداد رجال الدين الكاثوليكي وتحولهم إلى طواغيت، صحيح، دعمهم للملك أو للملك وللاستبداد وللطغيان، انحرافات كثيرة طبعا كانت موجودة، وقوف الكنيسة الكاثوليكية ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيلها لمحاكم تفتيش، اتهام علماء بالهرطقة، وشفت نماذج كتير كتحليل يعني طبعا يعني في مثلا كوبرنيوكس عن حركات الأجرام السماوية كان سنة 1543 تحت حاكم، وتعذيب جراندو عندما صنع التلسكوب وتوفي عام 1543. يعني حتى ما بيعدم رجل لهم والله ولكن الأرض تدور. سبيونوزا صاحب مدرسة النقد التاريخي طبعا عارفين طبعا إيه اللي حصل له، وكان مصير الموت جون لوك اللي هو الأول من أسس العقد الاجتماعي قبل جان جاك روسو. المهم طبعا ظهرت فلسفات العقل والطبيعة اللي طبعا أدت إلى تحرر العقل تحررا مطلقا من كل قيد، وإطفاء صفات الإله على الطبيعة. كل دي قضايا أدت إلى الإلحاد بعد ذلك وبتعصب، ما هو ده التعصب في هذه الأحوال. طبعا الثورة الفرنسية وما أدت إليه طبعا وما أدت إليه من الإرهاب، لأن لأول مرة كلمة إرهاب المصطلح نفسه يدرج ويدشن في قواميس اللغة ودائرات المعارف كان مع الثورة الفرنسية، لأن هي أول مرة في التاريخ أن الثورة تجعل الإرهاب نظام مشروع كان مشروعا في ذلك الوقت. هي أكلت من أجل حتى أصحابها يعني، نعم، من أجل ضمان نجاح النظام الجديد. طبعا كتابات جان جاك روسو في العقد الاجتماعي ده يعتبر إنجيل الثورة، وطبعا ومونتسكيو وسبيونوزا الأفكار دي كلها كانت مجموعة بتكون مجموعة المبادئ اللي تعصب لها الـ هؤلاء في ذلك الوقت، وكانت مبرر لسقوط الحضارة الغربية من السماء إلى الأرض. وطبعا ويليام جودين وغيرهم من الفلاسفة الأوروبيين في هذا الأمر. فلسفة نيتشه دي فلسفة الإلحاد اللي هي المبررة، دوركايم
ونظرية العقل الجمعي فرويد ونظرياته في اللي هو الدافع الجنسي والتحليل النفسي وأينشتاين النشوء والقصدي داروين في النشوء والارتقاء ودي كانت أساس للإلحاد الرسمي هناك. كارل ماركس والشيوعية طبعا والدين أفيون والشعوب كل هذه طبعا أدى إلى انتشار العلمانية وانتهت الأمر بها إلى الإلحاد طبعا ده في أوروبا لأن العلمانية عندنا تختلف أو في الشرق تختلف بعض الشيء بدرجات متفاوتة بعض الشيء. المذهب الإنساني بقى قبل المذهب الإنساني بس معايا السفير محمد بختار من المغرب معايا. سعادة السفير أهلا بيك. السلام عليكم يا حسن بيه. ويا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعادة السفير. مرحبا سعادة السفير. السلام عليكم. تفضل يا فندم. بقول لحضرتك الناس العلمانيين في أوروبا والعالم الغربي بيمتازوا بأنه مبادئ الدين بيعملوها من الصدق والأمانة ولكن لهدف دنيوي طبعا لكن فعلا الإنسان لما بيكون في هذه المجتمعات العمل بتاعه بيبقى أساسه سليم جدا لأنه بيلاقي نتيجة عمله بيعرف يعيش في أمان واطمئنان فيعني ده يعني وجهة نظري بالنسبة لي ما يجري في الدول اللي هي لا تؤمن بالدين أيوة. معاني دي كلها مبادئ دينية هي اللي بتسهل حياة على سطح كرة أرضية. أوكي سعادة السفير ويمكن ملحوظة مهمة جدا وهنرجع لها بعد الفاصل. بشكرك سعادة السفير شكرا جزيلا. ببلغ سلامي لحضرتك وللدكتور مهند. الله يسلمك سعادة السفير. يعني هذا المشهد اللي هو المجتمع الذي يتحلى بأخلاقيات الإسلام دون أن يكونوا مسلمين في إطار العمل الدنيوي في إطار أدائهم للأعمال في إطار علاقتهم بالآخر كما أشار سعادة السفير ولكن إطار هذه المفارقات ما الذي يجب أن يكون فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. فضيلة مولانا إذن أصبح الإنسان هو المحور من عند البداية من عنده والنهاية عنده كل ما يؤمن به الإنسان كل ما تفرزه عقله عقله المجرد. إذن من المذهب الإنساني إلى العلماني إلى النزعة الفردية النزعة الفردية individualism ودي في غاية الأهمية هنقف عندها شوي عشان هتفسر لنا كتير من اللي بيحدث اليوم اللي هي النزعة الفردية من الهجوم على التراث من محاولة يعني إهالة التراب على تراث الأمة ده اللي بيحصل عندنا حاليا نعم. هذه القراءة أقول لك أصله إيه هذه يفسر لنا لازم عندنا. نفهم ياريت. عشان نفهم هذا الموضوع وهتلاقي السمات دي هتفسر لنا كثير مما يحدث الآن فمهم أن نقف عندهم جميل ونحن نركز جدا جدا عشان هنقيس ما يحدث الآن على ما بيتفضل به فضيلة الدكتور محمد مهند المذهب الإنساني ده اللي هو الإيمانيزم اللي أحد تجلياته كانت العلمانية أيضا يجد جوهره فيما يسمى النزعة الفردية الانديفيدواليزم والنزعة الفردية ديت معناها إيه؟ إنكار أي سلطة أعلى من سلطة الفرد الإنسان ما هو الإنسان في النهاية أيوه. إنكار أي سلطة أعلى من سلطة الفرد الإنسان بعقله المجرد أيضا سواء كانت سلطة روحية أو سلطة سياسية يعني سواء كانت سلطة دينية أو سياسية أو علمية أو أسرية أيا كان وصلت رفض السلطة وبالتالي حصر الحضارة والحياة والوجود في شتى ميادينها في العناصر الإنسانية الفردية البحتة وحدها وهي دي نفس الروح الدنيوية اللي هي بتاعت العلمانية نفس الكلام الوجودية اللي هي المعادية لروح التراث معادية لروح الغيب معادية لروح الوحي هي الروح المعادية للتراث أيضا دي هي اللي بتلتقي فيها كافة التيارات الحديثة وهنا يعني تجليات الكلام ده في اللي هو التراث والمعاصرة أو الحداثة وما بعد الحداثة والقضايا دي النزعة الفردية هي السبب الحاسم وراء كل انحطاط
تشهده البشرية انطلاقا من الغرب وانتشارا تدريجيا في شتى بقاع الأرض. إزاي؟ هنشوف حضرتك طبعا في مجال السياسة والعلم والسلطة الاجتماعية والأبوية مش هنتكلم فيها، يعني من الآن نتكلم في الدين، كنا نتكلم في التعصب الديني. عشان نرجفها في مجال الدين، ظهر في أوروبا نتيجة النزعة الفردية دي ما يسمى بالمذهب الايه البروتستانتي. البروتستانتية مش دين، ده مذهب ظهر نتيجة الايه المذهب الإنساني. معناه ايه؟ رفض أي سلطة روحية أو غيبية، لأن السلطة مفروض مصدرها الإنسان. وبالتالي أعلنت البروتستانتية كمذهب إزالة سلطة التنظيم المؤهل لتفسير التراث الديني للغرب، تفسيرا مشروعا لتضع مكانها ما سمته بالنظر الحر. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ببساطة كده، ربنا بعت الإنجيل للناس، يبقى كل واحد يفسر الإنجيل زي ما عاوز. النظر الحر لحاله، كل واحد إيه من خلال نظره الحر هو اللي يفسر الإنجيل. لكن إن يبقى اللي يفسر الإنجيل علماء الكنيسة، لا، علماء اللاهوت لا، لا دولت ده هو جهل البشر، يبقى كل واحد يفسره زي ما عاوز، مفيش وصايا عليكم. نفس الكلام، مفيش وصايا عليكم، نفس الكلام، كل واحد يفسر اللي عاوز. وهنشوف بعد كده تجليات هذا الكلام بعد كده، والسخرية من التراث والكلام ده، دي سمات معينة في التعصب والتطرف اللاديني. يعني إذن كل إنسان بيترك له في بعقله المجرد الإنساني المحدود أنه يفسر الإيه الدين زي ما عاوز. أدى ذلك إلى إيه؟ إلى ظهور الطوائف، يعني القسم اللي هي بسموها السكت، اللي هي تعدد الطوائف في داخل المجتمعات الأوروبية، وتحلل في النهاية أدى إلى تحلل العقيدة في أوروبا، وظهر والنزول من العقلانية إلى ما يسمى النزعة الشعورية. يعني إيه؟ لما انتهى الأمر إلى هذا، فوصل حاجة اسمها الدين أصبح نزعة شعورية مش دين حقيقي، لأن خلاص مدام كل واحد بيفسر الدين زي ما عاوز، بعيدا عن ضوابط العلم ومناهج العلم، بعيدا عن الهيئة أو السلطة اللي هي مؤهلة لتفسير الدين، إذا انتهى الدين إلى أصبح نزعة شعورية، كل واحد يفسره حسب شعوره. وخلي بالك، هو اللي حسب شعوره ده هو اللي ممكن بقى يفجر أيا كان، وهو اللي ممكن يعمل العكس. وده انتشر كتير في البلاد الأنجلوساكسونية، وانتهى إلى فورة دينية ورغبات مبهمة، وانتهت إلى نظرية التجربة الدينية لويليام جيمس. و بعد ذلك التقت الفلسفة، التقى الانحدار في الفلسفة والدين عند الوصول إلى ما يسمى إله محدود عندهم، لأن الإله محدود لها فكر محدود بدل الإله المتناهي المطلق اللي هي فكرة، تعرف فكرة السوبرمان. يس، أقول لك ده أكثر فكرة السوبرمان دي، هو أكثر ممكن يبقى فيه نوع من السمباسي بيننا، يعني نوع من الإيه قبوله أقبله، يعني ممكن يبقى إيه نقدر نحس بيه، نتخيله أكثر من إله مطلق. ده الأمر اللي انتهى في أوروبا. المهم البروتستانتية دي انتهت إلى ما انتهت إليه العلمانية، وأصبح عندهم في البروتستانتية أنصار اسمها البروتستانتينية الليبرالية، اللي بقى فيها أعداء سافرين للدين نفسه، مع أنه هي أصلا كان مذهب ديني، يعني ثورة على الكنيسة، كانت ثورة على الكنيسة. أيوة، مارتن لوثر. وهنا بقى هتجد نفس الكلام ده تجلياته فين؟ عندنا برضو في الجماعة اللي هم اللي بسموهم وهابية. ليه؟ دولت برضو قال لك احنا اتكلمنا عن الكلام ده من قبل، قول لك عندهم حاجة اسمها فقه الدليل، يعني دليل الكتاب والسنة. طب يا عم، قال الإمام الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال كذا. انا اقول لك الرسول وانت تقول لي يعني قال الله، وقال الرسول تقول لي قال الشافعي وقال مالك. ليه؟ لا، ما فيش، مش انت اذا احتكرت لنفسي تفسير الكتاب والسنه بعيدا عن المناهج العلميه.
فادي وده نفس الشيء يجي لك واحد باحث اسلامي يقول لك لا الاستاذ البخاري ده ما بيفهمش حاجه لكن انا افهم. فلان ده دولت الائمه اللي بتسموهم ائمه دولت دول مجرمين في حق الامه. الدين مش علم. الدين مش علم. مش علم. بالضبط كده. ده متاح للكل، الدين بتاعنا كلنا. هي دي الحقيقه، النزعه اللي كانت وجدت في اوروبا وانتهت الى تحلل تماما من الدين، هو ده الانعكاسات اللي بنشوفها النهارده، عشان كنا اردنا نفهم ها الكلام ده النهارده نفهمه ايه اللي بيحصل ده، هو ده يا سيدي اللي حدث في اوروبا من منذ تقريبا 3 قرون وانت جاي، وانتهت بتحلل الدين تماما بحيث اصبح الدين النهارده مجال للسخريه. يعني يا مولانا ما كان إيه يحدث في اوروبا في اوروبا من مئات السنين وتتبعته مراحل وامواج تصل اليوم الى حداثه بعد الحداثه، بدا يحدث في محيطنا وفي مجتمعاتنا لتحديد هذه القطيعه او لاشهار القطيعه مع التراث. بالضبط. وان كان طبعا هو مش لم يكن اول يوم اليوم بيحدث هذا. طب انا عارف وموجات بتحدث وتذهب وتحدث وتذهب، بس كانت اصوات وتخفت واصوات وتخفت. الدكتور عبد العزيز حموده كان كتب المرايا المحدبه والمرايا المقعره والمرايا المستويه والخروج من التيه، اللي هو لما اتكلم عن القضيه دي ايضا بنوع ما فيما يتعلق بيعني مجال الادبي ها، ده الحقيقه اللي بيحدث. هؤلاء اما انهم يعني ينقلون هذا لمجرد ده المناخ اللي هو وجد نفسه فيه، ودول اكثر استجابه لهذا المناخ اللي تواجدوا فيه، لان هناك اناس يصنعهم الزمان وهناك اناس يصنعون زمانهم. فهؤلاء صنيعه زمان، صنيعه ثقافه، ومهزومين من داخلهم حضاريا، فبيحاولوا ان هم ايه يرددوا نفس الكلام لان هو يتفق مع قناعاتهم ومع اعماقهم، او انهم ينقلون هذه النزعات عن علم، وهذه مصيبة كبرى في حق ايه؟ في حقهم وفي حق الأمة. ادي المشكلة. نعمل ايه بقى السؤال؟ اذا يعني هنا ما يطرح من تساؤل مهم، هل التطرف الديني هنا هو اساس الإلحاد كده؟ نقدر نقول هو الدافع والحافز على الإلحاد؟ طبعا هنشوف التطرف، بس هنا المشكلة ايه حضرتك؟ السؤال اللي بيطرح نفسه اللي هو ازاي اواجه هؤلاء؟ ايوه. طب نعمل ايه؟ اواجه دول ازاي؟ احنا نعمل ايه في الحاله دي؟ الحقيقه هنا طبعا القضيه للاسف بتحطها يعني صعوبات كثيره، وهو غياب تام لادراك هذه الامور على كافه المستويات العلميه والفكريه. احنا امه بقالنا عقود طويله وربما قرون في نعاني كثيرا، ونعيش حالة من الهزيمة الحضارية بالنسبة للمجتمعات الغربية. فبالتالي هذا الإدراك اللي هنتكلم فيه غائب عن كثير من المفكرين والعلماء، كثير عن المؤسسات العلمية والفكرية، والتعليم للأسف التعليم الذي يقدم الآن بصفة عامة لا يتصدى لمثل هذه الحالة الفكرية والنفسية، بل يشد من أزرها بسعيه الدائم للتوافق معها. يعني العلم التعليم التعليم في مثل بلادنا دي؟ نعم. التعليم في مثل بلادنا بيحاول يتوافق مع مثل هذه النزعة النفسية الفردية. مفيش إدراك لهذه الأبعاد اللي احنا بنتكلم عنها. المناخ الفكري على العكس مؤات لهذه الهزيمة أو النزعة، متوافق معها تماما، بل هو الذي يقود هذه النزعة. هو الفكرة النخبوية أيوة. اللي بنسميها النخب، اللي يسموا نفسهم مثقفين كأنه فيش مثقفين إلا هم. ما هذه مشكلة. هؤلاء هم ادعوا لأنفسهم الثقافة، وبالتالي هم اللي سيطروا من خلال الوسائل الكثيرة وعلى رأسها الإعلام أن يقودوا هذه النزعة بكافة السبل والوسائل الأدبية والثقافية والإعلامية والصحفية والفنية وغيرها كثير. وإذا سنحت الفرصة للحديث عن الدين فمن منظور أخلاقي فقط، مش منظور العلمي، دون الغوص في أغوار التراث، وإلا
أدى النقاش إلى الحط من شأن العقيدة والأحكام. صحيح صحيح. وذلك بالنقاش مع خصوم على نفس أرضيتهم الدنيوية وبنفس مناهجهم المحدودة العقلية المجردة، فبتؤدي وفقا لتصوراتهم المحددة، يؤدي ذلك إلى أنك تقدم تنازلات. آه صحيح. استجابة لهذا النقد، ها؟ مع أنه ليس هناك أيسر من دحض هذه هذه الادعاءات، بس تبقى أنت فاهم الخلفية دي، بالإضافة إلى أن النزعة الفردية بتنمي الميل إلى النقاش الدائم والجدل، تلاقيهم يحبوا الجدل كتير، وبتدفع الإنسان دائما إلى الهبوط بالحقيقة إلى مستواه العقلي الضحل المجرد من أي بعد غيبي تراثي، بدلا من محاولة الارتفاع إلى هذه الآفاق إلى الحقيقة لإدراكها. ولذلك من اليسير على هؤلاء دائما الظفر بالدليل، بأدلة تصلح لتأييد وجهة نظرهم بصورة أو بأخرى، أو هذا الرأي أو ذاك. ويجوز في بعض الأحوال المضي قدما في النقاش إلى ما لا نهاية، لأنه لا يؤدي في الغالب إلا إلى تغيير وكتها في الحقيقة، هو لا يستطيع أن يرتفع فيريد أن ينزل بالحقيقة إلى أسفل فيخليك تنزل معاه. وبعدين إذا حتى لو فرضنا على مستوى التفصيلات دي والعقل المجرد يعني حصرته في مأزق علمي، فيقوم يغير روكة النقاش ويفتح لك موضوع تاني بنوع من الإيه، لأن طبعا النتيجة أن كل طرف بيجاهد عشان إقناع خصمه مش بوكة نظره بس، بل يزداد تمسكا برأيه ويحصر نفسه فيه بصورة أكثر تحيزا وتعصبا. هو يريد الآخرين كمان يصدقوه ويسمعوه، ها، وياخدوا برأيه. وده من أهم العناصر البارزة اللي بيتميز بها النزعة الحديثة. ولذلك تقول الواحد له صفحات وملايين يتبعوه، لأن إيه، بينزل لمستوى الإيه، الفرد. المناخ ده بقى هو ده، هذا المناخ هو الذي يفسر لنا أسلوب الدفاع عن الدين، ها، وده غلط. عند اقتحام ميدان النقاش والجدل فمن الطبيعي أن ينطوي هذا الدفاع على تهافت شديد وابتزال للدين. أي حد يدخل، وده من الخطأ الشديد، أن أي حد يدخل في مناظرة مع مثل هؤلاء، لأن الدين علم وليس إعلام. لما يدخل للإعلام هيتكلم على مستوى العقول العامة، العقل الجامع مش العقل العلمي، العقل العلمي. فإذا يضطر اللي بيتكلم في الدين أنه يقدم تنازلات، أنه يبتزل الدين، لأصبح سلوكه سلوك دفاعي ينطوي على اعتذار عن الدين، كأنه يعتذر عن الدين، وكأن هناك خطأ في العقائد وخطأ في الأحكام يجب الاعتذار عنه. وده علامة على تقهقر روح التراث، تقهقر روح الدين. وأمام هذه الأشياء على من يتحدثون في أمور الدين في الإعلام أن يقدم الدين كما هو، كما هو وفقا لضوابط العلم مع مراعاة عقول الناس. صحيح، لأن إيه، أتريدون أن يكذب أحد، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن للأسف طبعا أن للمرء يعني في هذا الزمان أنه يجد يعني ما فيش حد عاد في مكان ولا حد عاد يعني. الأمر جد خطير حقيقة. ما تفضل به الأستاذ الدكتور محمد مهنا في إطار هذا التحليل والتوصيف الواقعي جدا جدا وشديد الواقعية، هو ألا ترى أن الذي يدخل في هذه الخصومة أحيانا من الأطراف، من أطراف التعصب اللاديني، هو يعلن الخصومة مبكرا ومسبقا ويرفض أي رأي آخر، وهو يدعي في نفس الوقت ما يسميها بالنزعة الليبرالية. فصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. من المهم جدا وإلى أقصى درجات الأهمية النظر إلى هذه التفاصيل، إلى شكل الحوار الذي يقام أحيانا ما بين طرفي حوار، الآخر يجهز التهمة ويعلن الخصومة ويمنحك
أو يمنعك من ممارسة حقك في التعبير. ألا ترى أن هذه كل هذه السمات تأتي مما استعرضته منذ قليل لكي تبدو الأمور واضحة أمام السادة المشاهدين؟ نعم، دي النزعة الفردية، أنا الفرد، والتعصب للأنا، والتعصب للرأي المجرد اللي هو العقل بحدوده المجردة. فبالتالي من الطبيعي جدا أن هو يعني لأنه هو لا يرى إلا هذا، وده من نوع من الجهل المركب، أنه يعتقد أنه عالم، وهي دي حقيقة. الحقيقة المطلقة عنده هي عقله المجرد فقط، دي حقيقة مطلقة بالنسبة له. فمن هنا يحكم على الآخرين، لأنه هو لا يتصور إمكان وجود غيب، لا يتصور إمكان أن يكون الغيب ده له أدوات للمعرفة والعلم تفوق الأدوات الحسية. فمن هنا هو محبوس في سجن المحسوس، لا يستطيع أن يرتقي إلى مثل هذا. ولذلك يجب على من يتصدرون للكلام في الدين أن يكون لديهم دراية عن هذا المعنى، ولا يظهر هؤلاء المدافعون عن الدين حتى يظهروا مظهر المتسامح رد الفعل، بالضبط، لأنه أصبح مدافع فيضطر يظهر مظهر المتسامح، لأن التاني اتهمه، بدأ بيه بالاتهام، فيذهب إلى حد التسليم في نطاق معين بتصورات لم تبتكر أصلا إلا لهدم الدين. وهو هذا اللي فاهم أنه بيدافع عن الدين، أنه هو بيدافع، لكن هو بيسلم بتصورات زي ما اتنين موجود يقول له يعني أنت معايا في هذا الكلام، يقول له بس في النهاية انتهى، قال له أنا معاك، لكن خلاص ما ينفعش، لكن ما فيش استدراك بقى، ما فيش بقى تستدرك ليه هنا ايه؟ لانه اصبح يسلم بتصورات لم تبتكر اصلا الا لهدم الدين. والذين يتصرفون على هذا النحو يقدمون الدليل على انهم لم يفهموا العقيدة التي يمثلونها، او هكذا يزعمون او يظنون. فعلى من يعتقدون انهم يمثلون دين معين او عقيدة تراثية معينة أن يعرضوا تلك العقيدة وتلك الروح، روح التراث، لمن يفهمها، مخاطبا الناس على قدر عقولهم بتسليط أنوار المعرفة عليها دون الدخول في جدل أو مناقشات تؤدي إلى توريط الدين، أو الدخول في مناقشات، لأن النزعة الفردية أو المجال الفردي ده مجال الصراع ومجال النقاش والحركة، وفي حين أن العلم والروح مجال الثبات والعلم مجال اليقين. فبالتالي الروح هي التي تنشئ الحركة وتوجهها، والدين هو الذي يحكم الحركة ويوجهها للعكس. فكونك تنزل تقلب الدنيا تبقى العكس، ويخلي الدين رأي، والرأي محل خصومة، وما ينفعش يبقى المناظرة إعلامية، تبقى علمية. علمي. لأن لو جلسنا في مجلس علم، العلم له ضوابط، قبل أن تتكلم في العلم أنت الباحث اللي بتسمي نفسك باحث إسلامي أو كذا أو كذا، هناك ضوابط معينة. هسألك الأول في الأدوات اللي استخدمتها، أدوات المعرفة اللي هي علوم الآلة اللي أنت استخدمتها في فهم التراث هكذا، النص، أنت فهمت ده بناء على إيه؟ في أدوات، في علوم معينة. أول هذه العلوم واللي هي البديهية اللغة. عندك لغة؟ هقول له اقرأ الحديث دهوت، هيقراه غلط. اقرأ الآية دي، هيقراها غلط. اعرب لي الجملة، مش عارف اعربها. طيب قول لي ايه الأصول الفقهية، أصول الفقه اللي استخدمتها عشان تستنبط الحكم ده، أو عشان تفهم الحكم ده ازاي. قول لي ايه معنى ايه، قول لي الأحاديث دي الأول قبل ما تتكلم في الحديث وتقول لي معناه، قول لي ما هي الضوابط العلمية في الحديث التي استندت إليها. مش هيعرف يعني ايه علم مصطلح الحديث، يعني ايه علم مشكل الحديث، يعني ايه رواية ودراية، يعني ايه غريب الحديث، يعني ايه علم العلل. فبالتالي ده ما يعرفش، تقوم يا ابن العبيد، ما تنفعش تقعد في مجلس علم. لكن لو قعد في الاعلام ما حدش من الناس العامة يفهم هذا الكلام، فلما يتكلم وينزل من فوق يجيب اللي فوق الامور المقدسة الغيبية وينزل بها تحت على قد الناس، ده كلامه معقول، ده مصدح ليه على قد الناس. طيب يا أخي بالمنطق، احنا قلنا ده أنا عشان أفهم كلام أعضاء مجلس النواب دول اللي بيضعوا القانون،
الدستور اللي هم البشر، نقول الدستور اللي وضع القانون. ده انا باخد دكتوراه في القانون عشان افهم كلام البشر. هو كلام الذي لا ينطق عن سبحان الله وتعالى، كلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. انت يعني تفسره لوحدك كده، كل واحد يفسر زي ما هو عاوز، مفيش وصايا، ما لكم كيف تحكمون. فهذا هو الذي يحدث، وهو ده المناخ اللي احنا بنعيشه الان. في نقطه اخرى لكي يعني مش من نقطه اغلاق الحديث في هذا الموضوع، ولكن الادوات الحقيقيه مولانا في مواجهه هذا الموضوع، الموضوع اخطر مما يتخيله الناس ومما يستهونهم البعض في الحديث فيه، وفيما يحقق به البعض الآخر نوع من الرواج الإعلامي أو السبق الإعلامي أو فكرة البيع الإعلامي. كيف نواجه، كيف يتضافر الجميع على مواجهة مثل هذه الأمور وعدم استفحالها، لأنها ضرر بكل مقدرات المجتمع؟ أن تدرك الدولة بكافة قياداتها هذه المعاني، وتدرك البعد الحقيقي للقضايا مثل هذه القضايا، وتهتم بيها حتى يمكن ان احنا نصل الى رؤية حقيقية علمية قومية تقود المجتمع الى الامام. لكن ان نتمزق بين حضارات ونزعات ليست من الأصل. نحن نستوعب الحضارات الأخرى، نعم، ويجب أن ندرسها ونستفيد من التقدم الذي صنعوه، لكن أن نسير على الأرض، على أرضنا لا على أرض غيرنا. نحن نعيش تاريخ غيرنا، نحن نعيش تاريخ غيرنا، ونعيش حضارة غيرنا، ونعيش سياسة غيرنا، ونعيش اقتصاد غيرنا، ونعيش فكر غيرنا، ونفكر بعقول غيرنا، ونتكلم بلسان غيرنا، ونستمع بآذان غيرنا. يجب أن نعيش حضارتنا ونعيش تاريخنا، ونتكلم بألسنتنا، ونستمع بآذاننا، وننظر بعيوننا لا بعيون غيرنا، وعقلنا يفلتر ويقبل ويرفض. نعم. معي أستاذ مصطفى على التليفون. أستاذ مصطفى أهلا بك. أستاذ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. ازيك يا فندم، اخبار سيادتك؟ يا اهلا وسهلا استاذ مصطفى، اتفضل يا فندم. اهلا بيك حضرتك. انا كنت بس هستفسر على حاجه معينه كده مع ال اتفضل. حضرتك انا كنت مثلا كنت بقوم من الليل وانا بقرا المصحف امامي. ايوه. فبعد فتره كده لقيت نفسي ان انا يعني بيجي لي هاتف كده جوايا ان انا ما اقراش الفاتحه واركع واسجد. يعني ايه التشهد؟ ما قراش التشهد. يعني انت بعد يعني هو يعني سواس كده يقول لك انت ما قريتش، ولا انت ما بتقراش اصلا؟ لا انا بقرا، قيام الليل كله وعن طريق المصحف امامي. ايوه، فاتح المصحف قدامك. فبعد كده لقيت نفسي حاجه بتقول لي لا ما تقرا، ما تقراش، وقلت ان تركع وتسجد. وانت عملت كده؟ طب وانت عملت كده؟ وانت عملت كده؟ عملت كده ولقيت راحه في قلبي. يعني اول كان الموضوع تقيل، بعد كده لما يعني لما جربت الموضوع ده ان انا مثلا لا، ده وسواس شيطاني، ده وسواس شيطاني، ما تسمعلوش، خارج عن اطار الشرع. الشرع ما بقولش كده يا ابني. ده وسواس شيطاني، لا تستمع اليه. طب يعني هي في قيام الليل اقرا الفاتحه؟ ما هو الشيطان بيدخل، الشيطان يدخل من تحت احسن الابواب. قيام ليل يبقى لازم وفقا للشرع تصلي بالفاتحه وقراءه القران والركوع والسجود كما نعلم، كما تصلي، كما تصلي الصلاه العاديه. غير ذلك يبقى ده وسواس الشيطان. طيب من الشيطان. والتشهد برضه يعني ما هو؟ نعم، كل شيء، كل ما يتبعك في الصلاه بتعمله في الصلاه. نعم. بشكرك يا استاذ مصطفى. معايا السفير محمد مختار. ساعه السفير محمد مختار كان بيتكلم بيقول يعني المفارقه العجيبه، الجماعه الاوروبيين انتوا بتقولوا عليهم يعني كذا وكذا وكذا، طب ما هم في مواعيدهم ملتزمين وفي اخلاقهم محترمين ورائعين وبيؤدوا العمل، وازيدك من الشعر بيتا، بيصحوا في الفجر بس ما بيصلوش الفجر، بيبداوا شغلهم في الفجر. هم اخلصوا لباطلهم، هو باطل. احنا بنتكلم عن
أسس للحضارات وللعلم. ها؟ هم أخلصوا لباطلهم، أخلصوا لعملهم. وكما قال العلماء عندنا، قد يقيم الله سبحانه وتعالى دولة الكفر القائمة على العدل، ولا يقيم دولة الإسلام القائمة على الظلم. طالما ناس بتعمل وبتقيم العدل وبتقيم الحرية فيما هم يعتقدونه من صواب، فخلاص. وما ربك بظلام للعبيد. لكن أنت تخليت وخنت أماناتك ولم تخلص للحق بتاعك، هذه القضية. مش عشان هم منهجهم صحيح، لا. فضيلة مولانا المفكر الكبير الأستاذ دكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بشكرك شكرا جزيلا. ولو أن كثير من الذين يدققون في المشهد تأملوا هذه الكلمة التي وصفت بها كثيرا مما يحدث اليوم من صراعات إعلامية ليست أكثر، كما أشار مولانا أن هذه المناظرة وإذا كانت لابد وأن تكون مناظرة علمية وليست إعلامية بين طرفي حوار، لابد وأن يقنع أحدهما الآخر، لا أن يدخل أحد هذه الأطراف في الصراع على أنه يجهز هذه التهمة ويمنع الآخر من ممارسة حقه. إلى اللقاء.